التوجه نحو استغلال الطاقات المتجددة فتح شهيات العديد من الناشطين في مجال الطاقة، هو ما تلتمسه وأنت تتجول في صالون الكهرباء والطاقة المتجددة في طبعته الثانية، واقع تدعم بالعديد من التحركات من قبل السلطات المعنية، وعلى رأسها فتح أول مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميجاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة موجهة للمستثمرين المحليين. خلاص انطلقت المناقصة، والآن في البرنامج احنا ان شاء الله مارس أفريل نكونوا حددنا العقود باش ننطلقوا ان شاء الله في قبل الصائفة. ديفيرسيفيكاسيون دون لي سورس دينيرجي سا نو بو رامني كو لا ريدكسيون دو بيان سور دو لوتيزاسيون دو غاز كي ايت اسونسييل دون لا فابريكاسيون لا برودكسيون دو لينيرجي الكتريك. 99% اكثر من 98% من الكهرباء اللي في عندنا الآن تجي عن طريق الغاز الطبيعي. الحديث عن خلق صناعة وطنية من الطاقات المتجددة يتطلب في البداية ترسيخ ثقافة استهلاك هذا النوع من الطاقة، ناهيك عن توفر الإمكانيات الضرورية للتصنيع، وهو ما لا يمكن تحقيقه في فترة وجيزة. تقدري تقولي نسبة كبيرة جدا من يعني التقنية تاع الطاقة الشمسية راهي مستوردة، لكن يعني الدولة راهي تشجع الصناعة المحلية في مجال الطاقة الشمسية. احنا رانا دخلنا في الصناعة، بدينا من الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، وإن شاء الله قريب ندخلوا في الألواح الشمسية ثاني. حوالي 400 ميجاوات من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة هو ما تم إنتاجه، رقم مرشح للارتفاع شريطة خلق قاعدة صناعية في المجال، وهو ما يقلص من فاتورة استيراد معدات هذه الأجهزة.